دلوقتي خلينا نروح للعلمين ونعرف من زميلنا محمد الخطيب أبرز فعاليات مهرجان العلمين النهاردة. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك جمانة، صباح الخير محمد وعلى كل مشاهدينك الكرام. الحقيقة امبارح كان يوم مميز جدا، يمكن الممشى السياحي أو معظم مناطق مدينة العلمين شهدت ازدحام كبير قوي، استعداد طبعا للحفلات التي ستقام بكرة وبعد بكرة. امبارح كان في فعاليات رياضية كبيرة الحقيقة، يمكن من أهم الفعاليات اللي انطلقت امبارح هو البطولة العربية للجودو. البطولة العربية للجودو بيشارك فيها 18 دولة وأكثر من 400 لاعب ولاعبة، وكان هناك تنظيم كبير جدا من إدارة المهرجان. يمكن كمان الدول المشاركة أشادوا بمدينة العلمين الجديدة وأشادوا بالتنظيم وأشادوا بحسن الاستقبال اللي استقبلوه في مدينة العلمين خلال فترة طبعا خلال فترة البطولة. يمكن ده فيما يخص البطولة العربية للجودو اللي كانت متصدرة المشهد امبارح الحقيقة، وعملت زخم رياضي كبير من خلال المشاركين وأولياء الأمور اللي كانوا موجودين. يمكن النهاردة هو الافتتاح الرسمي للبطولة، امبارح كان في انطلاق المنافسات لكن النهاردة الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور طبعا وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. عندنا برضو حدث رياضي كبير وهو خاص بالسيارات لعشاق السيارات، الكارتينج هي نوع من أنواع السباقات يعني بيهواه الكثير من مصر ومن الدول العربية ومن دول العالم. إدارة المهرجان يعني استعدت بشكل كبير من خلال يعني المضمار اللي هيكون فيه السباق، والسباق ده معد ومجهز عشان يكون يعني مطابق للمواصفات المحليه والعالميه. من المتوقع ان يشارك فيه عدد كبير ايضا من عشاق سباق السيارات اللي هي الكارتينج. كل الفعاليات الرياضيه دي بتعمل نوع من الرواج الرياضي والرواج السياحي داخل مدينه العلمين، وعلى فكره هي مش اول مره يحصل فيها النوع ده من الرياضات، لكن قبل كده كان في برضه العديد من الفعاليات الرياضيه. كان في يعني التجديف في البحيرات الخاصه بمدينه العلمين، وكان في برضه العديد من الرياضات الثانيه، ركوب العجل، سكاي دايفنج، كل الحاجات دي كانت موجوده وعملت يعني رواج رياضي ورواج فني ورواج سياحي كبير قوي للعديد من الناس اللي كانوا موجودين. ده فيما يخص الفعاليات الرياضيه. ايضا الفعاليات الفنيه بيجرى الان الاستعداد لمهرجان الدراما المصريه داخل نورث سكوير مول. بدا نشوف ملامح للتجهيزات للمهرجان اللي هيكون على الشواطئ، هيكون مهرجان كبير هيحضر فيه عدد كبير من النجوم، ايضا هيعمل رواج فني بقى، ده هيبقى حاجه قويه جدا داخل مدينه العلمين، وهيكون فيه تكريمات كبيره لرموز العمل الدرامي في مصر. ويمكن اول مره هيكون فيه تكريمات للجنه التحكيم وجائزة أخرى للجمهور. حاولنا نعرف إزاي الجمهور هيتكرم في مهرجان الدراما، ولكن يعني القائمين على إدارة المهرجان قالوا لا أخليها مفاجأة علشان تبقى من المفاجآت اللي موجودة في مهرجان الدراما اللي هيكون موجود اللي هينطلق يوم 24 من الشهر ده. أخيرا بكرة وبعده عندنا حفلتين، أربع حفلات آسف، حفلة لحكيم وبعد كده حفلة لأنغام وحفلة لستاند أب كوميدي علي أنديل، وأخيرا تكون في حفلة للفنان محمد محسن. لكن الحقيقة الأجواء في مدينة العلمين كل ما بيقرب يعني أيام العطلات الخميس والجمعة بتلاقي الازدحام بدأ يبان، بتلاقي الناس بدأت تبقى حريصة أن هي تبقى موجودة من بدري علشان تلحق بقى الفعاليات بتاعتها، تلحق الحفلات، تلحق السهرات. ده يمكن المشهد اللي احنا لاحظناه امبارح في مدينة العلمين الجديدة. أعود إليك مرة أخرى. بشكرك طبعا يا محمد، وبكل تأكيد حفلات بكرة يعني حكيم هيولع الدنيا زي ما احنا متعودين منه يعني. وموضوع اشراك الجمهور في انه ياخد جوائز في المهرجان، مهرجان الدراما، اعتقد ده حافز كويس جدا للجمهور عشان هو كمان يكون موجود وبيشارك. شكرا جزيلا ليك محمد الخطيب مراسلنا من العلمين الجديده.